يسعد لي مساكم احبائي. اليوم احبائي رح اعمل اكلي سهلة التحضير، اكلي ولا اسهل من هيك. مثل ما شايفين احبائي، انا عندي هون جد متلين من البطاطا، انا مقطعيتها ومخلصيتها مكعبات واكيد غسليتها. هلا هون انا رح ضيف الملح ورح اخلطهم كلهم بقلب بعض. هيدي الاكلة كتير طيبة والكل بحبها، بعتقد يمكن الأكترية يعرفوها وبعض الأشخاص ما رح يعرفها. هلأ أنا رح أحط البطاطا على بقلب المقلة. هيدي الأكلة بسموها عنا نحنا بلبنان بطاطا حرة، كتير طيبة. وهلا هون انا عندي ضمه كزبره ورستم، انا الرستم رح اقسمه نصين، ما بدي كتير كتر توم. هلا انا عندي هون الكزبرات، انا رح اقطعهم ورح احطهم مباشره بقلب السخانه بهيدا الشكل اذا بتحبوا. هلا انا بحب اقليها للكزبره شوي صغيره، انجأ بس تدبل مش اكتر ولا اقل. في منهم ما بيقلوها لا هي ولا للثوم، بيكلون هيك نيين. انا هون دقيت الثوم وانا بهالوقت عم اقلي الكزبرة. يعني ما بديهم بس شوي حتى هيك يدبلوا، ما يعني مش حتى نقليهم قلي، لا بس حتى يدبلوا. تدبيلي كتير خفيف، عم نحيكم. هون احنا عنا خلصت البطاطا وانا حطيتها على جنب. هلا رح ضيف الثوم، رح قلبهم شوي صغيره حتى تعطينا طعمه الثوم والكزبره. انا من عشاق الكزبره والثوم، بعشق ريحتهم الصراحه. رح ضيف شويه ملح، ما رح كتر لانه انا كمان ضفت ملح بقلب البطاطا. شفتوا كيف دبلو عندي؟ وهلا هون احبي انا رح ضيف البطاطا. بسم الله رح اوضع هون، رح قلبهم تقليبه واوضع عند قلب الصحن. ولا اسهل من هيك اكله. بتمنى اذا اول مره فتتي على قناتي وعجبك محتوى قناتي، بتمنى انك تشتركي بالقناه وتفعل الجرس لحتى يوصلك مني كل شيء جديد ومفيد بنفس الوقت. وانا هلا رح احطهم بقلب الصحن، ريحتها بتعقد وطعمتها كتير طيبه. اذا بتحبوا فيكم تعملوا حدا لبن وخيار، بيطلعوا يا سلام بجنن، بتجنن تطلع الطعمة. جربوها ما رح تخسروا اي شيء. وانا هلا احبق صار بدي ودعكم، باي باي.